المنصة مع محمد البكيري. عدنا إليكم رفاقي في حلقة جديدة من برنامج المنصة على أثير إذاعة ألف ألف. نرحب بكم في مساء رياضي جميل. حلقتنا اليوم راح ترتكز على استطلاع وعلى محور قضية تفجرت في الساعات الماضية. أول شيء نحط الاستطلاع اللي يتكلم ونأخذ آراءكم فيه على الرقم 012-616-1100. من هو أو ما هي أفضل الصفقات التي عقدت في الأيام الماضية أو خلال بداية انطلاقة الفترة الصيفية؟ هل هي في النصر؟ هل هي في الهلال؟ هل هي في الاتحاد؟ ثلاثة أندية هي الأكثر استقطابا، ما بين تقريبا لاعبين إلى ثلاثة لاعبين محترفين بين عالمي وبين عالمي وبين عالمي حقيقة. من هو النادي الأفضل استقطابا إلى اليوم ولماذا؟ هذا استطلاعنا اليوم في البرنامج ما بيننا وبين المتصلين على نرحب فيهم طبعا على 012 ورقمنا البسيط الجميل 012-616-1100. طبعا القضية الثانية هي اللي تفجرت في الساحة، نأخذ بعض النقاد معنا أيضا واللي يحب يعلق عليها من المستمعين والمستمعات مرحبا وسهلا، اللي هي تتعلق بتصريح المدرب خيسوس مدرب الهلال اللي ذكر أنه مسؤول سعودي أخبره أو أخبرني على لساني بين تدريب المنتخب أو الهلال واخترت الهلال. وبرر خيسوس اختيار الهلال في حادثة هي الأولى حقيقة، أنا أقول أنه أول حادثة أسمع أنه في مدرب اختار النادي اللي يبغاه وليس النادي هو من يختاره. وبرر اختياره طبعا خصص أنه نادي الهلال عنده مشروع، وهذه هي النقطة. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ وربما نتناقش فيه بعد إقامة أذان صلاة المغرب، نتبقى له دقيقة أو دقيقتين تقريبا للنقاش حول هذا الموضوع اللي يطرح. هل نادي الهلال لديه مشروع والمنتخب ليس لديه مشروع؟ علامة استفهام. السؤال الثاني والمهم، أنا بالنسبة لي مهم أهم، هذا لماذا لم يظهر إلى اليوم أي متحدث أو أي بيان توضيحي أو تفصيلي أو بالنفي بالتوضيح من أي مسؤول مكلف بهذا الأمر، سواء في وزارة الرياضة سواء في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي يعلق؟ لأنه أنا دائما عندي رأي مهم جدا في هذا الموضوع، أنه كلما تأخر التعليق والتوضيح في أي قضية كانت في وسطنا الرياضي السعودي تحديدا تكبر كرة الثلج به. أي عاد ذاك الوقت تعال فتت لي كرة الثلج. فهذه النقطة اللي راح نناقشها إن شاء الله بعد رفع أذان صلاة المغرب بعد قليل. فعشان كذا راح نطلع فاصل ونرجع نتحدث في هذه النقطة. فاصل ونعود بعد رفع الأذان. المنصة مع محمد البكيري. عدنا إليكم رفاقي في برنامج المنصة، برنامجكم الرياضي الأول على أثير إذاعة ألف ألف. ذكرنا قبل رفع أذان المغرب أنه عندنا اليوم قضية اللي هي تصريح المدرب خيسوس اللي تم إعلان تعاقد معاه مع نادي الهلال، اللي ذكر فيه في تصريح أثار الشارع الرياضي اليوم يتعلق بأنه طرح له خيار المنتخب السعودي، تدريب المنتخب السعودي أو مين أو نادي الهلال، وهو اختار في سابقة أنا أراها هي الأولى على مستوى العالم، اختار هو النادي الذي يريد هو الهلال.
وراح نناقش يعني طبعا هذا الموضوع انه هل، وقال انه برر انه هو عنده مشروع الهلال عشان كذا راح الهلال دير الهلال. والسؤال هل الهلال عنده مشروع او المنتخب ما عنده مشروع؟ علامة استفهام. الشيء الاستفهام الثاني كمان والمهم اللي هو ايضا لماذا لم يظهر الى اليوم مسؤول يوضح في وزارة الرياضة المكرمة المقديرة ولا الاتحاد الكرة القدير ليوضح لنا الموقف بشكل واضح، سواء في بيان ولا سواء في تغريدة ولا سواء في أي حاجة، المهم يوضح الموقف هذا. لكن أنا اليوم عندي خبر، عندي عندي خبر يا شباب. طبعا أمس الزميل أسامة البشري فجر خبر ومعلومة يعني اليوم تجاوزت 1,000,000 خلال 19 ساعة ومئة ومئتين تقريبا عن أنه ساديو ماني يوقع للاتحاد أو سيوقع للاتحاد. حلو حلو. هذا الخبر ظل متداولا طوال 20 ساعة الماضية، وهو يعني الأكثر صدى أيضا مع تصريح خيسوس. وذكر الزميل أسامة البشري في تفاصيل المعلومة أنه الصفقة قيمتها تقريبا 50,000,000 أو حاجة زي كذا معنى صح، أو 30,000,000 لنادي باير ميونخ اللي هو، لأنه اللاعب باقي له ساديو ماني باقي له موسمين أو سنتين في عقده مع باير ميونخ، و 18,000,000 للاعب. لكن إيش الجديد اليوم؟ واللي ذكره كان أسامة أمس، زميل أسامة ذكر أنه كان النصر أول من بدأ مفاوضة ساديو ماني، ولكن الاتحاد كان كان هو هو صاحب الأسبقية في إنهاء اللمسات الأخيرة تقريبا على الصفقة. ولكن هذا الخبر اللي سوى الصدى أو الأصداء الواسعة أعاد إحياء المفاوضات النصراوية أو المفاوض النصراوي للدخول في الصفقة ومحاولة الاستحواذ عليها قبل نهاية الاتحاد. يعني الجديد النصر يعيد إحياء مفاوضاته مع اللاعب الكبير ساديو ماني مانيه اللي هو لاعب ونجم بايرن ميونخ. هل ينتهي السباق أو اللي تجدد مرة أخرى بين الناديين الكبيرين والأصفرين الاتحاد والنصر، وهل يصبح ساديو مانيه نصراوي أو اتحادي؟ نشوف الأيام الجاية. هذا في خبر عاجل عن برنامج المنصة مع البكيري. هنا في حوارات راح تكون حول هذا الموضوع، واللي احنا ايضا نرحب بالنقاش حول هذه المستجدات ايضا فيها. يعني موضوع ساديو صراحة كان مسوي صدى كبير. يعني أنا أقول الزميل أسامة والله لو حدثت وأنه كان اللاعب اتحاديا أو نصراويا فأنت ظفرت بسبق أعتبره عالمي. أنا صراحة انتقال نجم ونجم مثل هذا، نجم مثل هذا إلى صفوف أو إلى الكرة السعودية. طبعا النصر اللي مرتبط بالأحداث هذه أيضا اللي يتعلق بنادي النصر، أنه طبعا مدرب اللياقة الدوسري يقود تدريبات المعسكر الخارجي بالبرتغال، وأولى مباريات ودية يوم الاثنين أمام الفرقة البرتغالي على أن تبدأ بطولة اليابان الدولية يوم 25 من الشهر الجاري، ويلتقي في مباراة مع باريس سان جيرمان. طبعا هذه مشكلة الآن يعاني منها بعض اللي هي أندية الهلال والشباب والنصر حقيقة والأهلي، إنه بدأ الموسم بدأ الموسم المعسكرات قبل أن تتواجد الأجهزة الفنية، وهذا واحدة من الخلل اللي ظهر في هذا الموسم. يرافقني في هالدقائق التالية الزميل العزيز طارق النوفل.
ما بغيت اقول المخضرم بس قلت لا لسه صغير. لا 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 فكنا من كلمه مخضرم. مخضرم لك يا ابو. انا عجزت خلاص. لا لا فيك الخير وبركه. تعال قلت انت من اقامات الاعلام. الله يكرمك الرياضي. الله يكرمك يا حبيبي. يا هلا والله سهلة حبيبي. عندي سؤال، اول سؤال يتعلق بانه هناك في صفقات حدثت في الايام الماضيه في الاتحاد، في النصر، في الهلال. الى الان فين تشوف افضل الصفقات اللي يعني على حسب المراكز والاحتياجات ونوعيه اللاعبين، الى الان فين عقدت؟ في اي نادي يعني اكثر تشوفها؟ اول شيء كل عام وانتم بخير جميعا. انت بخير. فيما يخص موضوع التعاقدات، الحديث في هذه في هذا التوقيت تحديدا انا اشوف سابق لاوانه. وين الافضل؟ بكل تاكيد انا بتجه للاتحاد. انا بتجه الان للاتحاد، لكن أنا لا يمكن ان نتغافل او ننسى الاهلي. الاسماء الموجوده او مصاري يعني ما في الا لاعب الى الان، ويقال اللاعب البرازيلي يعني قادم في الطريق على قولهم. انا ممكن افاجئ الاخوان المستمعين الان بان اقول لك اني ارشح الاهلي يكون بطل الدوري حسب الاسماء المطروحه. كيف هذه؟ ايه اعطيني هنا هنا كيف تقول يعني انت الحين الاهلي يعتبر يعني الى الان جمهور حتى مو متفائل فيه؟ لا الجمهور له كامل احترام والتقدير، ولكن انا اعطيك نبرتي. انا اشوف ان الاهلي ما اقول الدعم اكثر بقدر ما في اهتمام كبير جدا لاعاده الاهلي لمكانه الطبيعي. هبوطه في السنه الماضيه اكيد انه هذا شيء استثنائي وشيء غريب ولا يليق باسماء الاهلي. الحين فكر من الكلام الرسمي. اسمع اسمع الحين انت اخذتني في زاويه مهمه جدا وقلت ممكن الاهلي يكون بطل الدوري بناء او 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 تحليلا على الاسماء اللي انت تتوقع ان تاتي للاهلي. صحيح صحيح. انا طيب قراءتي الموسم الماضي، قراءتي الموسم الماضي قبل الماضي كذلك الاتحاد هو بطل الدوري. طيب اعطينا قراءتك المره دي لما تقول الاهلي هو بطل الدوري الموسم القادم بناء على اسماء. فرح الاهلاويه كذا باي معلومه داخل بقوه. من الناحيه الفنيه داخل بقوه واسماء انا اشوف انها افضل من الاسماء اللي حضرت للبقيه الانديه. تكلم عن ساديو ماني، تتكلم عن لحظة أنا قاعد أكتب الحين معاك. أنا واحد ساديو ماني ممكن يجي الأهلي؟ كيف ممكن يجي الأهلي؟ والله هذا أنا أقولك بناء على أسماء اللي هاي أسمع هاي بناء على طارق النوفل. أنا الحين دوبنا كنا نتكلم نقول إنه كان أمس يقول الزميل وسام البشري إنه بيجي الاتحاد وإنه النصر تأخر في نهاية التفاوض. اليوم معلومة تقول أو من مصادرنا إحنا انه النصر عاد احياء التفاوض مع اللاعب او الدخول او العوده الى نقطه الالتقاء مع اللاعب. ممكن يكون نصراوي انت اليوم. طارق النوفل يقول سادي يعني ماني اهلاوي. طيب شوف ثاني انا قبل ما نطلع الروسي في نقطه مهمه جدا الان طلعناها دخلنا فيها. قضيه الان ليش الانديه السعوديه متزاحمه على النجم واحد بمعنى آخر إن خلاص يبغون هالخانة هذه في مثلا نقول لكم متوفر الآن ساديو ماني تلقى الهلال النصر الاتحاد والأهلي كلهم الأربع ممكن أسماء تطرح. هذا يعني شوف أحد أمرين، يا هذا الكلام غير صحيح مجرد تسويق من 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 إعلام. ترى على فكرة في إعلام أجنبي إعلام يعني صريح بدا في عنده متمصدر يعني إيه عنده هب يعني من عنده يعني زي إيكاردي الآن ظهر أحد الإعلاميين الموثوقين في الإعلام الإسباني نسيت اسمه لكن ذكر انه ايكاردي الان بين الشباب والتعاون رغم ان مصادر مقربه ومطلعه جدا على في نادي الشباب او المسيرين في نادي الشباب الان يقول لهم انه خرجوا من التفاوض معهم مر يعني بتاتا في تسويق. لكن احنا خل الان نتجه انه الاسماء اللي قاعده تنطرح للاهلي وهل لما اقول لك انا اسماء انا لست مفاوضا انا ماني مفاوض لكن بحسب الاسماء اللي تطرح الان الاهلي اشوف فيه دقه. يعني اول ما بدا بالحارس. تبغى تبني فريق ابن حارس الدفاع. تبي بطل ابدا بالحارس. دائما لو شفت في الدوريات بشكل عام بطل الدوري هو الافضل دفاعيا او ثاني بالكثير الثالث لازم يكون دفاعه فبدا اكثر من جيد. شوف النصر ليش يفقد البطولات؟ النصر ليش؟ عنده خط هجوم ناري ناري يسجل لك 4-5 لكن عنده مشكله في الدفاع. صحيح ما هو قادر يحلونه. حلوها في الحارس اوسبينا بعد اصابته شوف تقهر. ايه صحيح انا اتفق معك اسبينا كان تاثيره كبير. انا اقول لك الاهلي طريقه بدايته عجبتني. طريقه صنع فريق بطل.
وغير كذا انه في ما شوف انا اقول لك انه الاسماء كثيره تنطرح الحين مليان. انا ابغاك تكمل لي القائمه الاربعه، ما زلت متمسك انا برايي، ابغاك تقدم لي الاسماء الاربعه اللي توقعنا راح تنضم لي للقميص الملكي الاهلاوي. لا تراو كثير وتروح الان وانت تكلمني اطلع واكتب في البحث الان اعلمك الاسماء اللي قاعد تكتب اللي كتب عنها الاهلي، يعني يتكلم عن يتكلمون صفقه راموس، يتكلمون عن فيرمينو، يتكلمون اسماء اكثر من اسم، يعني موجود اسماء الان ممكن الرابع ما تحضرني ما يحضرني اسمه، لكنه في النهايه الاسماء اللي تتكلم اسماء ثقيله قاعدين يصدر الان او يعني يصنع فريق بطل للاهلي. انا بعدت انا اخذتك بعيد عن الهلال والنصر والاتحاد رحت للاهلي، لانه هالاهلي هو ضمير مستتر الان حتى ايوه هو طالع من هو تخاف من ذا اللي ساكت، تخاف من ذا اللي ساكت اللي ممكن ما يصير شيء عنده. الشغل في الأهلي شغل جميل وجبار. سلاسة حتى في الانتخابات، هدوء. هم عارفين إنه علشان يرجعون أبطال يكون العمل كله هادي. الشغل أنا أشوفه فنيا ماشي صح في الأهلي حتى ما كان في اسم. القضية مش قضية يعني وقع ومشي، لا، أنت عندك أسماء لازم تركز، يعني مو معقولة كل الأسماء الموجودة في السوق راح يوقع معها الفريق. صحيح. يقولك النصر أو الاتحاد. لا، انت خلي احتياجاتك. انا الاتحاد اشوفه الافضل الان افضل في التوقيع والاتحاد، ما فيها كلام، لكن بعد اكتمال المشهد والصوره كامله كل فريق عنده 8 تعال حاسبنا قول مين افضل، هنا حيكون الجواب مكتمل. المكان الان حتكون الصوره ناقصه. صحيح. لكن الاتحاد هو الافضل، ما فيها كلام، وانا اشوف الاتحاد الحرص عليه كبير جدا، لانه حيشارك في كاس العالم، هي بطل الدوري. الاسماء لا قل اطلاقا عن اي ناس ثاني، تتكلم عن كريم بنزيما، تتكلم عن اللاعب الجناح اللي وقع معه مؤخرا، تتكلم عن كانتي، اسماء كبيره. انا كان اتخيل الاسماء هذه موجوده في الدوري السعودي، والله اسماء اصلا يعني شوف الدوري والله خالد. هذا لسه احنا اول الصيف كمان، لاحظ معي اكيد هم كلهم هاللعيبه ذول بسرعه لا يهمك، يعني هم تراهم حديثين وقعوا مع الانديه السعوديه. شوف الان اي لاعب يتجه يكون عاطل في الانديه في الدوريات الخمسه الكبرى دائما راح يقول والله حتى الان لم يصلني عرض من السعوديه. بعضهم يعرف انه مو مطلوب، يمكن يطلب او انه ما يبغى، يقول لك انا لن اذهب للدوري السعودي في المرحله الحاليه لي صغرتي او كذا، فهمت؟ فاصبحت كلمه المملكه العربيه السعوديه الان موجوده في اغلب الصحف العالميه، الاعلام منتشر، يعني الدوري السعودي اصبح بعبه للدوريات الكبيره. والله كثير انت شايف الحاقدين اللي ظهروا كمان ايضا يحاول الانتقاص من التجربه او الخطوه اللي اتخذتها المملكه العربيه السعوديه ممثله في صندوق الاستثمارات السعودي في هذا الجانب، وهذه راح نفتح لها ملف خاص ان شاء الله. هذه بحول الله. طيب شيء الاخر، في قضيه كمان ايضا اليوم في الساحه تفجرت او انفتح ملفها، اللي هي اليوم تصريح لمدرب الهلال خيسوس. حقيقه انا اول شيء سعيد بقدوم هذا المدرب للكره السعوديه ولنادي مثل نادي الهلال، ولكن تصريح اليوم كان حقيقة ملفت للنظر، وطبيعي أن يثير اللغط أو الجدل أو حول هذا الكلام، أنه هو ترك له الخيار بين المنتخب السعودي أو نادي الهلال، واختار نادي الهلال لأن نادي الهلال عنده مشروع. وأنا سؤالي، هل النادي عنده مشروع كنادي الهلال، لأننا نعتبر أفضل مؤسسة رياضية حقيقة في المملكة العربية السعودية، والمنتخب السعودي ليس لديه مشروع؟ هذا سؤالي الأول. تبغى تسمع السؤال الثاني ولا تجاوبني على السؤال الأول؟ لا بجاوبك أنا. طيب تفضل. شكلي صرت مخضرم. طبعا مخضرم. شوف أنا بتكلم من بضع نفسي مكان خيسوس. أيوه اديني كذا في نقاط مركزة. دائما مدربين المنتخبات ما يجلسون كثير. ما هي؟ خاصة في يعني ما يجلسون، ليش؟ لأنه أول شيء خلنا نتكلم بكل صراحة وبتجلي تام. هل المنتخب السعودي مثل الأندية السعودية الآن؟ لا طبعا. في القوة الفنية الأندية قوية جدا. أنا بالنسبة لي أقول لك، لما أقول لك جيب لي الآن 11 أفضل 11 لاعب في الدوري السعودي، حتجد صعوبة في حتى ما حتى في شارك في كأس العالم ما تلاقي مهاجم فتاك. يعني يوم انصاب سلمان الفرج ما قدرت تجيب مكان لاعب يعوضه، لما انصاب ياسر شراني ما حصلت. لكن لما تجي على صعيد الأندية أنا بختار أي لاعب متاح لي
شوف انا سبقني التقيت في احد المسؤولين في وزاره الرياضه قال ما عندنا مانع بس انت جيب الموافقه اللي تكلم عن الانديه جيب الموافقه من اللاعب احنا ويتم اجراء التفاوض معه. فلذلك انا كمدرب الان قدامي المجال الخيارات الاوبشن مفتوح ولا حيكون محدود بلعيبه سعوديه اصلا حتى في حتى في انديتهم يشاركون اساسيين صح ولا غلطه؟ صحيح. فكلام المدرب انا ما اشوف انه 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 كلام مو منطقي لا منطقي بالنسبه له يخصه هو. اكيد الان المشروع الكبير مشروع الانديه السعوديه الان جعل الدوري السعودي مشروع صراحه هذا اول الجبل على قولهم. ترى كلامه منطقي ما اشوف فيه اي صدمه. كلامه جدا منطقي فيما يخصه يعني لو قال كلام غير كذا ممكن ما اصدقه انا. طبيعي جدا انه قدامه الان مشروع بعدين رايح لافضل نادي فنيا ليش نكذب على بعض؟ افضل نادي مؤسسات لو من عرفنا تاريخه الرياضي والهلال دائما هو ضمن افضل ثلاثه فرق في الدوري. ليش نضحك على انفسنا؟ فهو متجه الى ضمان استمرار نجوميته كمدرب. نعم. طيب السؤال الثاني اللي عندي كمان اللي انا دائما اهتم بالجانب هذا حقيقه اللي هو الجانب اللي يعني من سنوات طويله اتكلم عنا شخصيا حوله انه يعني ما دائما عندنا احداث رياضيه متواليه. تعرف انت يمكن يعني في السنوات الماضيه الكره السعوديه تلعب خارج الملعب اكثر من داخل الملعب وفيها كثير نعم. مواضيع جدليه وكثير مواضيع يعني تستكشف تاليا ان غير اللي احنا سمعناها لانه ما كان عندنا معلومه واحنا دائما عندنا ضعف المعلوم اي مثال يعني مثل ذا الموضوع مثلا الان ظاهر من الظهر الكلام ذا ولا من متى يمكن من الصباح تقصد خسوس ايوه تصريح خسوس ايوه والى الان ما ظهر مسؤول سواء في وزاره الرياضه او في اتحاد الكره او صدر بيان توضيحي حول هذا الموضوع حقيقه. هل هذا كلامه صحيح؟ هل هو بالطريقه اللي قالها ولا في طريقه ثانيه اخرى يعني عرض عليه الموضوع؟ هل كيف يعني لانه هو اشار الى مسؤول موجود يعني طرح عليه هذا الراي وهذا موضوع مثير للجدل يعني ما هو بسيط ان احنا نوضحه. في مواضيع سبق ان طرحت من مدربين واللعيبه غادروا او كانوا بيجون مواضيع كان فيها تفجير مفاجآت وصدمه واخبار كانت مع ذلك ما كان فيه رده فعل سريعه او رده طيب هل صح ولا غلط صحي ولا غير صحي معنا صح لا 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 انا بتخلي اشرح لك وانا بقول لك انا حسيت من طريقه سؤالك انه انت ما تتفق مع هذا الشيء وانا معك اتفق صحيح. لا اتفق لابد ان يكون هناك جهه منصه اعلاميه ترد على كل شيء انا اقول طيب محدثين رسميين كل الجهات يعني اي لكن الصمت انا ماني معه لكن خلنا نتكلم الان انا قلت لك ارجع اقول لك انه لو كنت موجود ما راح ارد لانه كلامه مو غير صادم كلامه منطقي ومتوقع لا يعني في النهايه هي هذا مشروع وطني يعني ما يشمل نادي واحد او ناديين يشمل انديه الوطن بشكل عام وكذلك المنتخب اللي يمكن استخراج افضل اللعيبه للمنتخب وانا متاكد انه سيتم التفاده المنتخب قريبا في مساله كيف استفاده من قوه الدوري السعودي ولا يمكن ان يكون في دوري ضعيف ويطلع لك منتخب قوي اطلاقا خاصة إنه ما عندك لعيبة محترفين في الخارج. وأنت بحاجة إنك تقوي عندك المنتج المحلي اللي عندك اللي هم اللعيبة السعوديين. احتكاكهم بهاللاعبين اللي سوبر ستار الجايين. لكن عموما الصمت أنا أشوف هذا غير صحي وغير سليم. أنا أتمنى من أي جهة سواء نادي أو وزارة أو اتحاد أو أي جهة لا علاقة نتكلم من الناحية الرياضية لا علاقة في العمل الرياضي الآن. في حال وجود أي موضوع يحتاج إلى توضيح ما في مشكلة يكون يضع هناك متحدث يوضح حتى لو كان في مؤتمر أو أي شيء. الأستاذ رجل الله السلمي قبل فترة اللي مسيب كل خير ظهر ووضح موضوع اللي هو الانتخابات وكآلية الانتخابات كان في لغط إنه هل سيتم التمديد للإدارات الحالية هل كانت أسئلة كثيرة جدا هل موضوع اللي هو الاشتراطات المعينة في موضوع الشهادات في بعض الرؤساء ما عندهم شهادات جامعية عندهم شهادات ثانوية ويرغبون بالاستمرار وخاطب يعني في كذا من استفسار طلع الأستاذ رجل الله ووضحها. كذلك نحتاج إنه مثلا يكون فيه متحدث واعتقد انه في كفاءات عاليه جدا في المؤسسات الرياضيه بامكانها تظهر في اتحاد الكره موجود اعتقد موجود ما انا اعتقد موجودين لكن اقول لك انه احيانا شوف لغه الصمت احيانا ما دائما هي لغه هي صحيح.
يعني الحكيمة في صح في, صح في كل وقت. أحيانا لا لابد تظهر وتوضح. أصلا لو وضحت الشارع الرياضي ما راح يبني افتراضات. شوف احنا خلنا نتكلم تكلم خذ راحتك. لو قعدنا الآن شفنا ردات الفعل دائما كيف تجس نبض الشارع عن طريق تويتر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. طيب. لما يجي الآن يقولك أخذوا وودوا يعني سمعناه هذه وهذا كلام غير صحيح ولا يمكن تصديق هذا الكلام وهذا كلام لكنه لأنه ترك الموضوع فظهرت تكهنات وظهرت تبريرات وسربت مع الوقت. أنا متأكد مع الوقت حتكون هذه حقائق زين لأنه لم يرد عليها فترك يعني شو الآن يا أخي الكريم الوقت أحيانا يثبت لك أشياء غير صحيحة والسبب هو عدم الرد وتكذيبه أو توضيحه. صحيح. فأنت يعني مؤيد أنه المفروض على الأقل يطلع في مواضيع تستحق أنه أحد يظهر وفي مواضيع تستحق أنه أحد ما يظهر فيها صراحة. أنا ما في شيء يطلع يقول لك مثلا لم يتم مفاوضة اللاعب فرضا أعطيك لم يتم مفاوضة اللاعب ميسي إطلاقا لو كان مفاوضة أو تمت مفاوضته ولكن اللاعب كذا لو حنا يعني أعطيك مثال في نادي الهلال ممكن يخرج أحد منهم يخرج يبين الآن جاءت مفاوضات اللي نسمع حنا قاعد نشوف من الصحافة الأجنبية نسمع في مفاوضات إلى آخره لكن المفاوضات ما كتب لها النجاح مكتوب لها النجاح اسمع احنا ما نعرفين هل هذا في مفاوضات فعلا ولا ما في مفاوضات صح ولا غلطان ايوه هل عرض عليه ذا الكلام فعلا الخيار ولا لا يا أخي سمعنا 100 مليون سمعنا 600 مليون أنت ما تتكلم عن فرق 10,000 دولار ولا 100,000 دولار ولا حتى مليون ولا تتكلم عن 500 مليون فرق واصل في السنة وجوب يكون في منصة إعلامية رياضية رسمية في كل نادي أنا أشوف أن الأندية أفضل عشان ما تفقد الأندية يعني أو الحراك الرياضي ما يكون في تنافسية. طيب يا مخضرم أبقطع عليك شوية اليوم شفت اليوم في صفقة تمت لنادي الشباب اللي هو لاعب الهلال السابق كويلار أيوه نعم. كيف ترى هذه الصفقة؟ والله شوف اللاعب مجرب هي مجرب هذا حقيقي شايفينه ونعرفه ونعرف حنا وش نقاط قوته وش نقاط ضعفه يعني لما يأتي شباب يقول لك ليش وقعتم على لاعب يعني من الطرح يقول لك يعني فائض عن الهلال ما يجي الهلال يبي يتخلص من عقده جيت وقعت معه والهلال راح يوقع الهلال قاعد الان يفاوض لعيبة عالميين لعيبة مدري ايش إيه؟ يعني درجة يعني نعطيهم السوبر ستار اللي هو الفئة الأولى على مستوى العالم قاعد تفاوض تجيبني فيز وتجيب ففجأة تجيب لي كويلار أنا من وجهة نظري أنا ما أراه إنه هذا الشيء إنه هذا الشيء خطأ لا بالعكس تجيب شيء أنت عارفه وباقصه وعارف وش عيوبه اللي أنا خايف عليه من شيء واحد خايف عليه من الكروت يعني خايف عليه من من الإيقافات اللي ممكن تحدث له سبت يعني هو لاعب رجولي بزيادة ولا هو على الصيد الفني إضافة لا بالصيد الفني ما على الصيد الفني ما أنا أقول لك والله لعب دور كبير مع الهلال والهلال أنفسهم ترى الهلاليين هم متخوفين من نقطة أنهم يفرطون فيه ويأتي واحد اسم كبير ولكن ما راح يؤدي نفس أداء ترى على فكرة مو قضية أنك تجيب لاعب كريستيانو الموسم الماضي لعب مع النصر في الشتوية على اسمه كذا حتى الآن لم يعطي المردود الفني الكبير مقارنة باسمه حتى الآن وقد يكون له مسببات إنه ما يكون ما عنده لاعب يساعده ما عنده لعيبة يساندونه سواء بإنهاء الهجمة أو إنه بيعطونه أسست ينهي الهجمة هو ممكن احتمال كبير إني أنا ما زلت أقول إنه النسخة من كريستيانو هذا الموسم أتكلم عن الموسم الجاي هي النسخة الأكيد إنه هل الصفقة نجحت ولا لا. طيب سؤال يعني بأخذت معك في مداخلتنا الجميلة هذه عن مستقبل الشباب كيف تراه هذا الموسم القادم والله سؤال مفتوح إيه عشان لا تقول لي يا مخضرم والله انا بفتح ما بف... انت يا عدل اليوم يبغى لك جلسه معايا ان شاء الله على الهواء لكن الحين سؤالك انه مفتوح ما طيب يعني طيب اديك هو بشكل اخر اين عظيم. ترى الشباب في ترتيب الدوري الموسم القادم بس لن يكون من ضمن الاربعه احب اللي كذا الديني طوالي كذا ما يتاخر لا بقدر ألف ودور ليش يعني ما طلعنا عشان في 1000 واحد يقدر يلف ودور لكن واضح جدا حتى الآن مدرب طالع مدرب يعني في المعسكر مدرب لياقة ما في شيء واضح حتى الآن ما في رؤية واضحة
ما في يعني حتى موضوع الانتخابات الآن في شد وجذب، ما هو واضح الرؤية لمين. هناك من يعني بحسب ما سمعت من أخبار إنه 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 هناك مرشحين اثنين أحدهم منسحب أو سينسحب. الرؤية يعني حتى الآن ما هي واضحة. صح صح، الرؤية ضبابية حقيقة في الشباب حول منصب الإدارة ولا سواء المدرب ولا سواء اللاعبين، أكثر من ملف ما زال مفتوح وصاخن جدا في الشباب. الآن الملعب هو الجميل، الملعب الجديد جدا رائع. يعني أكيد أنه عشان نكون منصفين، الشكر الجزيل لوزارة الرياضة، جميل الرياضة، جميل صراحة الملعب. أنا هو أكثر من ثلاث ملاعب في السعودية، الشباب والفتح واعتقد الاتفاق، ثلاث أندية. واعتقد انه هذا شيء مبشر انه الاتجاه نحو الخصخصة قريبا. انا اعتقد انه بعد سنة ان شاء الله حق اول في الربع الاخير من الموسم القادم حيكون الشباب احد الأندية اللي بتخصخص، وحيكون شركة غير ربحية مثل النصر. وانا اشوف انه الموسم الجاي للشباب ما راح يكون موسم جيد، ما راح يكون موسم جيد. لا اعطيتني الزبده. الزميل الاعلامي الغير مخضرم طارق النوفل كان معي خايق الماضيه. شكرا لك ابو محمد، شكرا لك حبيبي. شكرا لك. طبعا من المقرر ان يشرف المدرب الهلالي خيسوس على تدريبات الفريق الفريق الهلالي يمكن اليوم على ان يلعب الفريق مباراه وديه بقياده المدرب يوم الجمعه مع فردين النمساوي. ويعطينا ضيفنا يا مخرج. طبعا احنا ذكرنا طبعا زميل طارق النوفل يعني زي ما تقول انه ما كان عنده اعتراض كثير على المدرب، لانه يرى خيارات هذه المدرب هي من حقه في وجهه نظره الاختيار اللي يناسبه كمدرب، يرى انه في الانديه اسهل العمل افضل من العمل في المنتخبات. هنا لسه الوقت شاركنا في التأييد في جزئيه اللي يتكلم على وجوب ووجود متحدث في الرد على بعض القضايا التي تطرح في الساحة الرياضية من قبل وزارة الرياضة أو من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا الجانب. فهذه النقاط كانت مرة مهمة، هذه القضية كنا نتمنى كمان مزيد من المشاركات في هذا الجانب و تركيز. طبعا نرجع نكرر خبرنا اللي كان اليوم يا جماعة اللي خاص ببرنامج المنصة لإذاعة ألف ألف، اللي هو عن ساديو ماني لاعب ونجم منتخب نجم ولاعب فريق العملاق الألماني بايرن ميونخ، أنه قطع الخط على الاتحاد الذي أيضا قطع الخط عليه سابقا، والآن رجع النصر للمفاوضات بشكل جدي بعد أن تأخر خطوة سبقوا بها الاتحاد إلى يوم أمس. ولكن خبر الزميل أسامة البشري أحيا ربما الإرادة والرغبة لدي النصراويين لإنهاء صفقة اللاعب الجميل والخطير كجناح أو كطرف هداف حقيقة. والتحرك النصراوي خلال الأيام أو خلال الساعات الماضية كان جديا وقويا في هذا الجانب. فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا إليكم رفاقي إلى برنامج المنصة لفتح ملفنا مع ضيف جديد وعزيز وقدير. هذا نقول عليه مخضرم. النوفل يقول لك لا تقول عليه مخضرم، لسه أنا صغير. الزميل العزيز والقدير الأستاذ عثمان مالي. مساء الخير أبو عفان. أهلا وسهلا، أنا بالرفيق المخضرم. مخضرم أحد، نحن أنت أقدم مني أبو عفان. نحن بعيدة إيه قريبين من بعض. نعم أنا عندي حوارات لك أبو عفان أو صور في بعض. طبعا من الناس اللي يحبوا يقتنوا الصحف القديمة والأحداث الرياضية. ما شاء الله تبارك الله عليك أبو عفان، في الثمانينات ولك صولات وجولات إعلامية. أنا لسه في أوائل التسعينات جيت أنا. لا والله ما تتجاهل نفسك، هذا تواضع منك. الله يكرمك يا حبيبي. الله يكرمك. الله يخليك. احنا طبعا كنا نحاول معاك أمس صراحة، كان عندنا ملف جميل كذا
يتعلق بقضية الساحة الاتحادية، فأنا بأخذك اليوم برضو لازم أخذ رأيك فيه، وبأخذك فيه بشكل عام في محورنا أو ملفنا اليوم اللي كان يتعلق بموضوع استبعاد المدرب نونو سانتو للاعب العبود أو للاعبين العبود والبيشي وزياد المولد عن معسكر الفريق أو الموسم القادم بشكل عام. وقرأت لك آراء يعني تؤيد هذا الاتجاه، لماذا أخذت هذا الرأي المؤيد في هذا الاتجاه رغم أنه البعض، أنا عندي تحفظ حقيقة ما نعضد، لكني عندي تحفظ في المرحلة الحالية في ظل الشح اللي موجود في اللاعبين أو طريقة المعالجة يجب أن تكون أفضل من ذلك، لكن أنت لماذا أيدت القرار أو وضح لي بشكل أكبر لي وللمستمعين في هذا الجانب. طيب أولا مساء الخير لك أبو خالد، ومساء الخير للزملاء في الكواليس، مساء الخير لمستمعينك الكرام، ومساء الخير لكل الرياضيين. وخلينا أولا نستغل هذا الظهور من بعد فترة طويلة وأقول أحسن الله عزاءنا وعزاء جميعا في الرمز الاتحاد الكبير الأمير طلال بن منصور، إن شاء الله أن يتغمده برحمته واسكنه فسيح جناته. وأيضا نقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أبو خالد، الملف الاستبعاد اللي حصل للأسماء الثلاثة أنا أعتقد أنه كان متوقع من منتصف الموسم الماضي، وتأكد بشكل كبير للمتابع الدقيق. ليش متوقع كذا يعني متوقع. يعني أنا والله ما أدري، أنا أقول لك أقول وجهة نظرك وجهي يعني نعم. ما توقعت صراحة، أنا عجبتني عقوبته حقيقة الموسم الماضي نعم. لكن ما توقعت أنه يجزر اللاعب مرة واحدة. والله متوقع، أنا أقول لك متوقع، لأنه كان واضح أنه المدرب يعني بشخصيته القوية والصارمة في الواقع من النوعية اللي يمكن التوجه عنده النظرية. أنا أؤيد هذه النظرية، أنا أخسر لاعب ولا أخسر فريق. والله أنا دائما تعرفني من مؤيدين هذه النظرية، أصلا عندي مشاكل كثيرة فيها. وبالتالي يعني يبدو أنه المدرب حاول المعالجات والتدخلات اللي حصلت في كثير من المرات، لأنه شايف أنه هناك عناد من اللاعبين. وأنا وصلني من بعض المقربين من المدرب أنه المدرب في أحد المرات قال أنه يعني قال اللاعب أشبه بقنبلة موقوتة في الفريق. وبالتالي يعني هو يعني التصور الحين غايب كثير عند الجمهور، ايش الخطا اللي ارتكبه بالذات الحين نتكلم عن العبود، خلينا نقول يعني هم شوف الثلاثه عندهم خطا واحد او سبب واحد عند المدرب، انهم غير جديين، وهذا انا اتفق معه. هو غير جديين وكمان واضح في الاداء عدم الانضباط التكتيكي خاصه الثنائي العبود والشمراني، ربما مسألة الانضباط التكتيكي أقل بالنسبة يعني، أو إنه البيشي عنده شيء من الانضباط، لكن هو برضو عنده كثير من البرود اللي التذبذب ذا اللي مباراة وعشرة يغيب ولا أربعة كذا، والبرود والتعامل وعدم الانضباط في الواقع. أم العبود في إجماع واتفاق تقريبا على موهبته وعلى قدرته، لكن في نفس الوقت في برضو إجماع على إنه يعني ما عنده انضباط، وشاهدنا يعني في 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 واحدة من المباريات اللاعب في منتصف الملعب والمدرب واقف ويشير له يأشر له يقول له أرجع مع زملائك، وهو يشوح بيده للمدرب. هي المباراة أنا ناسي كانت أظن قام بتغيير المدرب صح؟ نعم صار في طرد اعتقد لبا مسعود وغيروا المدرب مباشرة. والموسم القادم لا يتحمل يعني انه المدرب يتفرغ لبعض الاشياء الصغيرة اللي تعتبر صغيرة بالنسبة للاعب المحترف. طيب الجزئية اللي هي عليها الخلاف، ما حد ضد انه مثلا اي احد يمشي من الفريق، ما في احد اكبر من الفريق اصلا، لكن المسألة هي من هم البدلاء. طيب اوكي انت بتستغني لهذه الاسباب اللي يعني ممكن تقتنع فيها وممكن لا تقتنع فيها، لكن من هم البدلاء؟ هل الاتحاد عانى الموسم الماضي من نقص دكة البدلاء؟ فكيف سيفعل هذا الموسم مدرب في إمكانيات نونو سانتو في ظل هذا القرار؟ أول شيء أبو خالد خلينا أقول بصراحة المعالجة في الموضوع كانت يعني هشة وضعيفة من الإدارة. صحيح. لأنه يعني الآن لو ترجع للقائمة مثلا اللي أعلنها الهلال عن الأسماء اللي حتعسكر، هتلاقي انه في هناك اسماء يعني مستبعده، رغم انه القرار اداري ما هو قرار فني،
لكن المعالجة تمت والظهور بالأسماء بطريقة جميلة ومحذبة، وأيضا تحفظ يعني شيء من الـ 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 الوقار إذا 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 جاز التعبير للاعبين، لأنه نشرت قائمة اللاعبين اللي حيعسكروا مع الفريق، وبالتالي أنت بنفسك توصل إلى الأسماء المستبعدة. هذه كانت يعني ما حصلت الاتحاد. أضف إلى ذلك أنه يبدو أنهم تأخروا كثيرا في أنهم يبلغوا اللاعبين بقرار المدرب. المدرب مع نهاية الموسم، وأعتقد عندك هذه المعلومة، إيه؟ قدم ما يقول لك فجر العيد بلغهم برسائل، يعني تأخروا هم يعني فجر العيد. إحنا كم لا مر على أسبوع الحين، أسبوع بالضبط قبل أسبوع، أسبوع لا أقصد كم مر على هذا الكلام من 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 تقرير المدرب. شهر شهر وشوي. لا طيب إذا تأخروا كثيرا إيه؟ يعني هذا صحيح، هذا اتفق معك فيها، هذه معلومة كانت يعني فاقدين إن نتكلم فيها الجزئية دي، إنه تأخروا كثير في القرار. وصراحة شوف المعالجة الإدارية ما كانت يعني واضحة، يعني شوف في النهاية أنت بتستغنى عن اللاعب وعقده ساري، يجب أن تتعامل معه باحترافية أيضا كمان حقيقة. وحتى الآن برضو في جزئية من المعلومة يعني برضو أو التقرير ربما يعني غائبة، أنه المدرب أكيد وهو يقدم هذه الأسماء ويطالب بأنه التعامل معها، أكيد قدم في تقريره أسماء بديلة للمراكز. وهذه النقطة وحتى يعني ما وصلني انه المطالبات كانت لبعض اللاعبين المحليين بالاسماء، يعني وهذا اللي انا اقوله يحتاج فيها هذا اللي اقوله، حدد لاعبين وحددهم بالاسماء اللاعبين المحليين. طبعا انت ما تكشف عن هذه الاسماء، لكن زي ما انا سربت موضوع القرار الاتحاد، كان على الأقل يعني وضحت أكثر عشان يطمن الجمهور قصدك يعني بالضبط بشكل أكثر، إنه نتمنى أن يكون في بدلاء يعني هذه النقطة. العملية الإعلامية في النادي صراحة هي أساسا غائبة في عز المعمعة، فما بالك الآن في فترة الركود الصيفي المعتاد. طيب السؤال، كيف ترى صفقات الاتحاد الثلاثة التي تم التعاقد معها خلال الأيام الماضية من بنزيما وكانتي وغوتا، يعني ثلاثة أسماء، وما هو الاحتياج التالي لفريق الاتحاد؟ والله أنا أعتقد أنه الاتحاد سيكون أفضل الفرق في التعاقدات، لأنه حتى الآن واضح أنه تعاقداته فنية بحتة، وأكيد أنه هذه التعاقدات لم تتم أو لم تنهى، حتى إن بدأت مفاوضات لم تنهى إلا بعد موافقة المدرب السيد نونو. نونو قضى موسم كامل مع الفريق، وبالتالي هو عارف احتياجات الفريق، عارف نقاط الضعف، وعارف كيف يتعامل مع العناصر الموجودة. وبدليل إنه 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 جوتا اللي هو الجناح هذا ما كان اسم متداول، والله مرة مفاجأة كان، ولا حتى في العالم ما كان يعني اسمه يتردد، إنه عرفنا إنه يمكن بعض الفرق كانت تفكر فيه بعد ما وقع مع الاتحاد. وهذا واضح انه هو خيار فني يدعمه انه هو من جنسية المدرب، وايضا وجد ارتياح كبير عند الجميع بعد ما تابعوا لقطاته، واللي كانوا يعرفوه اساسا يعني بعض الشباب اللي يعرفوا الفريق ويعرفوا يتابعوا كانوا متفاجئين، لدرجة انه بعضهم كان يقول يعني اشك لانه هذا ممكن يروح برشلونة، ايه ولاعب صغير في السن ترى، نعم ومهاري وجدي. وبالتالي انا اعتقد انه الصفقات الثلاث حتكون يعني وفق احتياج الفريق، وحتظهر بشكل عملي كبير ومفيد للفريق. لكن يعني اكمالا لسؤالك، انت لازلت في الواقع الفريق لازال، من هو الذي يعني ترى انه يجب الاستغناء عنه احلال لاعب محترف افضل منه كلاعب جنب، يعني تبقى معك روما كورنادو وحامد وحمد الله تقريبا أربعة يعني كلاعبين. أنا من وجهة نظري إنه أولا أنت لابد يكون عندك بديل لحجازي يقود منظومة الفريق، حتى زي ما تردد إنه هناك مفاوضات مع لاعب محلي، لا أوكي ممكن جدا لاعب محلي وأنت تحتاج، لكن لابد من لاعب أجنبي في خط الدفاع يكون ليس فقط على مستوى عالي من القدرة الفنية في الأداء مهامه، وإنما أيضا يملك خاصية القيادة اللي كان يتولاها حجازي ويساهم فيها، يعني المجموعة الحالية الموجودة
في أسماء أنت ممكن توكل إليهم القيادة، لكن ربما اللغة تمنعهم. أنت عندك جروهي، عندك روما، لكن القيادة بالقدرة اللي كان يديها حجازي صحيح هذا اتفق معك. حتى لو إعارة لمدة موسم. الأمر الآخر، أنا أيضا متفق أنه على المعلومة اللي وصلتني أنه نونو سانتو طالب بلاعب أفضل مستوى من طارق حامد، وإذا لم يكن فيستمر طارق حامد. أعتقد بهذا الشكل هذا يعني أهم مركزين ممكن أنت تتكلم عنهم. إذا في زيادة في الموضوع فالأمر أكيد سيترك للمدرب والخيارات ستكون له. روما أنا أشوف أنه يعني في هذه الحالة بالنسبة لوجهة نظري أنا أقرب ما يمكن أنه يروح أو يخرج من المنظومة. لا تكفى بعفان تكفى إلا روما. لا كورنادو. أنا من وجهة نظري كورنادو، لكن أنا وفي ناس متخوفة تقول لك كيف يلعب حمد الله مع بنزيما. لا، المدرب أعتقد أنه يستطيع أن يوظفهم. بنزيما لعب مع كريستيانو في فريق واحد لسنوات طويلة، وبالتالي والموسم طويل، أنت عندك 6 بطولات. صحيح. إذا قلنا دوري الرديف حتصير عندك 7 بطولات، وانت عانيت الموسم الماضي من البديل. صحيح. في ضعف الدكة. صحيح. فلابد من وجود بنزيما وحمد الله جنبا إلى جنب. زميل عثمان مالي الإعلام المخضرم، أشكرك حقيقة على الدقائق. عجبتك هذه المخضرة؟ لا، أنا لازم أجس النبض. إذا واحد هتقول عن أيوه عشان أبان صغير، أبان أصغر أنا، يعني مو هم بس أنا اللي أكبر. حبيب عفان، شكرا لك حبيبي، أثريتني في الدقائق الماضية. شكرا دائما على تجاوبك معنا في برنامج المنصة. إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا، ممنون للتواضع. شكرا. أعزائي مستمعي إذاعة ألف ألف وبرنامج المنصة، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقات جديدة ومميزة بإذن الله. فأمان الله.